السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل لسه مع نوع البيانات من فايل نيو كده. طيب على طول على كوتلين فايل ونقول اكزامبل اللي عليه الدور رقم 12. نجيب الفانكشن المين بتاعتنا الجميلة، والمرة دي هنتكلم على النوع انت من انواع النمبرز. ثالث نوع ناخده، والانت الرينج بتاعه من سالب 2 اس 2 31 ولغاية الموجب 2 اس 31. وهو الديفولت، هكلمكم يعني ايه هو الديفولت دي، لكن ده الرينج بتاعه عشان رينج كبير. هوريكم الارقام دي، الباور ده بيبقى رقم كبير شويه لكن هنتكلم عليه. انا عملت فاريبل و ان او واديته نوعه انت وحاطط جواه 5. خلاص مفيش عندي مشكله خالص. قلت برنت لاين بسرعه لان الان او بتساوي، وحط لي الفاريبل اللي اسمه ان او، وجينا طبعا هيطبع لي 5 جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني حاجه عاديه ده بالنسبه للرقم اللي هو الايه الانت. لكن لو جيت عرفت بقى نام فاريبل تاني اسمه ماكس انت عشان اوريك يعني ايه 2 اس اس 31 دي، فعرف ماكس انت، وزي ما مشينا بالطرق قبل كده هقول له ان هي بتساوي انت دوت الماكس ايه دوت الماكس فاليو زي ما عملنا قبل كده وتعودنا، واخد منه كوبي على طول الكلام دوت وانزل على طول بنفس الفكره بس على مينيمم ايه مينيمم انت. اغير بس على طول واعمل مينيمم ايه مينيمم انت عشان نبقى واخدين بالنا. وعلى فكره في قصه في حكايه اشمعنى اغير بس الماكس دي خليها مينيمم، ليه دايما ليه الارقام دي واشمعنى الارقام دي بعينها؟ هبقى اتكلم معاكم في الموضوع ده وانا بتكلم عن لونج ان شاء الله. لكن دلوقتي هو قايل له اطبع مين؟ الماكس انت، بلاش بقى الان الان او، لا هنطبع الماكس انت وناخد منه كوبي على طول، نعمل منه بقى ايه المينيمم انت ونطبع الفاريبل اللي اسمه مينيمم ايه مينيمم انت عشان نشوف الارقام دي المدى بتاعها او عباره عن ايه، او هي الارقام دي فعليا بتبقى ارقام ايه. لو جينا عملنا كده بسرعه رن هنلاقي والله ان الان او طبع لنا اهو ب5، والماكسيمم ادي الرقم الموجود، والمينيمم ادي الرقم اللي بالسالب الموجود الكبير دوت. دي الارقام اللي في الايه اللي في الماكس والمينيمم بتاعت الرقم الصحيح. ايه بقى ان هو الديفولت؟ معناها لو انا جيت عرفت فاريبل رقم احط جواه اكس ومتقال بيساوي 5، رغم ان 5 دي ممكن تكون قد البايت ممكن تكون قد الشورت، واحنا عرفنا ان الكوتلين هي بتحاول تتعرف هي اوتوماتيك على نوع البيانات، فهي مش هتعتبرها بايت ومش هتعتبرها شورت، لكن هي باي ديفولت بتعتبر الارقام دي بتبقى انتجر طالما هي في الايه في الرينج بتاع الايه في الرينج بتاع الانتجر ديت. فانا لو جيت قلت له عشان اتاكد لك ان الفاريبل ده اتحط في الميموري من النوع انتجر، يعني حجز مكان كبير رغم ان انت ممكن تكون مش محتاج، خد بالك بقى. قلت له اكس از انت، ده اوبريتور او حاجه كده بنستخدمها علشان يرد عليا بكلمه ترو لو هي فعلا الاكس عباره عن انت، او يرد عليا بفولس يقول لي ان ليه الاكس ما هياش انت. فقلت له ده القيمه اكس از انت وهو المفروض يرد عليا. بس طبعا لو طلع لك الايرور على كلمه انت ديت ممكن نحطها كده ما بين قوسين عشان بس يقيم النتيجه مش يقيم الانت ذات نفسها كقيمه، لانه كده بيدمج الاكس مع التكست وبعد كده يقول لك ايه از انت دي. لا انا هقول له ايه اكس از انت دي كلها على بعضها وادمج لي النتيجه بتاعتها على اكس از انت بتساوي اللي هي الليترال ايه السترنج اللي موجوده عندك. تمام؟ تعال نجرب كده ونعمل ران. لو طلعت لي بترو يبقى عارف فعلا ان الاكس طلعت نوعها انتجر. طبعا في الاخر الاكس از انت فعلا بتساوي ترو، يبقى قدر فعلا يبقى فهمنا فكره يعني ايه هي الديفولت بالنسبه لنا فكره الانتجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.